مساء الخير. احنا اليوم موجودين بفرع ماكدونالد بمدينه اربد. اليوم راح يتنافس معنا طلاب من الجامعه في فقره سنك ماضي. خلينا نتعرف عليهم. اتعرف عليكي. انا تذكاري رفاعي. اسمي وفاء الشلبي. احمد طباسي. سليمان شقيري. وفاء، شو مخلصه انت او شو تدرسي؟ حابه ادرس بالجامعه محاسبه. انجليزي. بس انجلش. إدارة سياحية. عمرك دخلت مسابقة أكل قبل هيك؟ لا، هاي أول مرة. لا 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 والله ما دخلت. شو وجبتك المفضلة بماكدونالد؟ هون ماك تشيكن. بيج ماك. بيج ماك. ماك تشيكن. جاهزة تأكليها بزمن قياسي؟ تمام تمام. يلا. طيب، المسابقة على ايش تعتمد؟ المسابقة بتعتمد على انه في بكل فريق صبية وشاب، صبية وشاب. ما ببلش زميلك بالاكل الا لما تخلصي وجبتك كاملة، لازم تخلصي لاخر بطاطاية، ماشي؟ لما تخلصي زميلك ببلش. في جائزة للمركز الاول وجائزة للمركز الثاني. جاهزين نبلش؟ نعد 1 2 3. مالك معصبة؟ انت المعصب. طيب يلا، 1 2 3 بلشوا. وفاء تتقدم بقوة، سبقتك والله. جهز حالك. أنا شايف في تقدم صراحة الوفاء، يعني أنا بنصحك تبلش تجهز حالك. يلا يلا أبو حميد بلش، تفضل روح سوق سوق. يلا يلا يلا، اسرع 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 اسرع. سليمان تقدر تلحقه؟ اذا خلصت هسه تقدر تلحقه؟ تلحقه. يلا يلا، حلو حلو. يلا سليمان لحقه لحقه، لساته بالسندويشه، لسه ما مديده على البطاطا. خلصت الأولى؟ خلصت الأولى؟ خلينا نشوف. خلصت الأولى؟ يلا حلو. هاي أحمد خلص سندويشته الأولى. سليمان لاحقه بشراسة، منقطعة النظير طبعا. يلا بالسلم يلا بالسلم. المسابقة تعتمد على انه اللي بتخلص بالاول ببلش زميلها بالاكل. كنا شفنا وفاء سبقتها لتذكار، ولكن في عندنا سليمان هنا وحش قدر يلحق احمد رغم انه احمد بلش قبله. طبعا المركز الاول سليمان وتذكار، الف مبروك. مع انك انت يعني كنت بطيئه جدا على ما خليتيه يبلش. طيب سليمان وتذكار فزتوا بثمان وجبات من ماكدونالدز، اربع وجبات افطار، صح؟ اربع وجبات افطار واربع وجبات غدا. هاي الفيرست برايس الك، وهاي الفيرست برايس الك. كويس،
انا حاسك مخبي الاكل جوا، بتخلص حكي بعدين شو اسمه. طيب وعندنا السكند برايس اربع وجبات من ماكدونالدز، ثنتين افطار وثنتين غداء. تفضل استاذ احمد. وتفضلي يا وفاء. لهون بنكون وصلنا لاخر حلقه. شو اخر حلقه؟ وصلنا لنهايه فقره سنك ماضي. فاز معانا سليمان تذكار، وبنشوفكم تحدي جديد بفقره سنك ماضي. سلام.